قال وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح إن شركة أرامكو اكتشفت حقولاً جديدة للنفط والغاز العام الماضي، وأن إنتاج النفط ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 10,200,000 برميل يومياً في العام 2015. أنهى الجنيه الاسترليني الأسبوع على مكاسب قوية حققها بفضل تزايد التوقعات بأن البريطانيين سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر المقبل. عبرت مجموعة الدول السبع الكبرى عن القلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وتعهدت بالسعي إلى نمو قوي ومستدام. كما تعهد زعماء دول المجموعة بتفادي التخفيضات التنافسية لقيم عملاتهم.